اللعبة دي يا صاحبي هي لعبة جامدة جدا، لعبة بصراحة بتجمع ما بين الحجم وما بين الجرافيك وما بين كل حاجة. تخيل ان اللعبة اللي قدامك دي بحجم 48 ميجا وفي نفس الوقت تقدر تشغلها على كل اجهزة الاندرويد وهتشتغل بالجرافيك اللي قدامك ده. محدش يجي يقول لي الجرافيك قليل، لان بالنسبة لان حجم اللعبة 48 ميجا الجرافيك روعة بكل معنى الكلمة، يعني حاجة بصراحة جميلة جدا.